على ضوء القناديل كان العرب في مختلف العصور يحكون لأبنائهم هذه الحكايات العجيبة، الحكايات التي صنعت تاريخهم وألهمت الأبناء لبناء المستقبل. السعي في قضاء حوائج الناس يا ابنتي من الأخلاق الرفيعة. الجميع في السوق يعرف أنك سارق، سارق يا زياد. اترك أخاك وأرضك واقبل بهذا الذهب ميراثاً لك. أرسلوا جميع السباحين المهرة ليبحثوا عن ولدي. هيا خذ هذا المال ودعني أذهب. أيها الخائن، ماذا تفعل؟ أنديل الحكايات يومياً الساعة 10:30 صباحاً على CBC في رمضان.